طبعا احيانا مفيش حاجة اسمها انك تمشي بالعربية، يعني زي هذا الوضع اللي احنا فيه. بصوا السنو قد ايه، يا نهار ابيض، ده انا لو وقفت جنبه بقطول، لو وقفت جنبه بقطوله اهو. صباح الفل، واحد ماشي بعربية اهو. طبعا المشي صعب جدا في هذا الطريق. اوه شيت، ده في مية، في مية. في ناس جاية. اسكيز مي. عدينا بسلام، يعني ادي مطعم من المطاعم قافل، مش عارف انا هروح اكل فين بقى، تقريبا كل الناس قافلة، يا كله قافل. شوت شوت، هروح المول، يمكن يكون المول فاتح. عايز اقول لكم ان السنو ما وقفش بقاله تقريبا 25 hours، 25 ساعة السنو نازل. طبعا هما ما بيبدأوش يشيلوا السنو الا لازم السنو يوقف، بعد كده بقى يشيلوه من الطريق. انك تسوق العجل يلف على الفاضي، هيحرق موتور، هتحرق موتور العربية وليا، هتحرق موتور العربية. خلاص كده بالسلامة على الجنك يارد بقى. انا ماشي في نص الشارع، يا نهار ابيض، ده في عربية جاية. معلش يا كابتن، ان المشي على الرصيف صعب جدا. يلا